والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة للواحد يصلي وراء الإمام ويكون الإمام عارف إنه زلمة صوفي أو من جماعة الرفاعية، والعياذ بالله، يعني شو رأيك بالحكم هذا؟ هل يجوز الصلاة خلفه؟ أنت تراه مسلما أم كافرا؟ مسلم. أي مسلم. العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف، الصلاة وراء كل بر وفاجر. تفضل.